40 عاماً وما يزال يتنقل بين الصفوف لإلقاء المحاضرات على الطلبة. الأستاذ ستار العبيدي واحد من المعلمين الذين يمارسون التعليم دون كلل أو ملل، فبعد أن خرج عدة أجيال يحاول الاستمرار بالعطاء رغم قرب نهاية خدمته. وفي اليوم العالمي للمعلم رافقنا هذا الأستاذ لتسليط الضوء على شريحة الكوادر التدريسية. خدمتي أكثر من 35 سنة، تتجاوز إلى 39 إلى 40 سنة إن شاء الله، وحاليا باقي لي سنة على التقاعد، وإذا أمكن التمديد ممكن أستمر في هذه المهنة الشريفة اللي هي تعتبر منارة الطريق وهي شمعة تذوب في تربية الأجيال. تخرج من تحت دراستي المهندسين والضباط والمدرسين وحتى وصل إلى درجة الدكتوراه، لأن عملت من سنة 88 لحد هذه السنة. أحب أعشق التدريس وأحب العمل في الدراسة وأحب تعليم الطلبة. ورغم العطاء الذي يقدمه المعلم في العراق، إلا أن بعضهم يتعرض لتهديد يصل أحيانا للتصفية الجسدية دون تشريع قانون يحمي هذه الشريحة المهمة في المجتمع. لذا طالب متخصصون بتوفير الحماية الكافية للمعلمين، وخصوصا حمايتهم من السلاح المنفلت وبعض الملاحقات العشائرية التي يتعرضون لها. اليوم يقع على عاتق مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية تشريع قوانين خاصة بحماية الكوادر التدريسية، خصوصا بعد الاعتداءات التي تكررت خلال العامين الماضيين. الكثير من حالات حصلت في ديالى وفي محافظات أخرى، مما يستوجب أن يكون هناك قانون رادع يحمي الكوادر التدريسية، يحمي الأبنية المدرسية من اعتداءات الطلاب وذوي الطلاب. ويحتل العراق المرتبة الثانية عشر بتصنيف التعليم على مستوى الوطن العربي بنسبة تجاوزت 71%، على أمل أن ترتفع هذه النسبة في السنوات القادمة مع استمرار الجهود المبذولة من قبل الكوادر التدريسية. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.